بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في برنامج اليوم الايزو 9001-2015 ISO 9001-2015. هنشوف اليوم ان شاء الله سكشن 5 اللي هو الليدرشيب القيادة. تحدثنا سريعا عن القيادة سابقا وحنشوف الليلة in details leadership in details التفاصيل الخاصة بالليدرشيب والسب كلوز الخاصة بالليدرشيب. طيب الليدرشيب أهم حاجة فيها الليدرشيب and commitment اللي هي القيادة والالتزام. الليدرشيب and commitment التزام القيادة بكثير من المتطلبات، من ضمنها متطلبات خاصة بالعمل، من ضمنها متطلبات خاصة بالأفراد، متطلبات خاصة بالدعم السبورت، متطلبات خاصة بالتخطيط والإدارة. مطلوب منها كثير من المسؤوليات وتوفيق الاستراتيجيات ووضع العميل في بورة الاهتمام وأعمال كثيرة. طيب جنرال اعتبار القيادة توفق أو في إطار عام توفق جميع السياسات المطلوبة، والكاستمر فوكس وضع العميل في بورة الاهتمام أو التركيز على العميل. القيادة من شأنها إنها تركز على العميل. كذلك البوليسي، القيادة من شأنها إنها تضع سياسات وإجراءات، والسياسات متضمنة جميع القوانين، اللوائح، الأشياء المتعلقة باستراتيجية المؤسسة. كذلك القيادة include leadership including organizational roles and responsibilities and authorities، الصلاحيات أو دور المنظمة وصلاحيات ومسؤوليات الأفراد داخل المؤسسة. هنشوف تفاصيل حول الكلوز دي. لما نقول leadership هنا top management demonstrate leadership and commitment with respect to the quality management system by the taking accountability of the effectiveness of the quality management system. B, ensuring that quality policy and quality objective are the established for the quality management system and are the compatible with the strategic directions and the context of organization. أول حاجة، القيادة لازم تتحمل مسؤولياتها تجاه فعالية نظام إدارة الجودة المطبقة. كذلك تضمن لنا إنه سياسة الجودة وأهداف الجودة دي نظام لإدارة الجودة قد تم وضعها وإنها متوافقة مع التوجه الاستراتيجي وسياق المنظمة. C, ensuring the quality policy is the communicated, understood and the applicable or applied with the organization. كذلك القيادة لازم تضمن إن سياسة الجودة يتم إبلاغها وفهمها، يعني بحيث إن سياسة الجودة تكون واضحة ومبلغة ومفهومة للكل. كذلك D, ensuring the integration of the quality management system requirement into the organization business process. كذلك ضمان دمج متطلبات نظام إدارة الجودة في عمليات المنظمة، وعمليات المنظمة متطلب أو في إطار الإنتاج، في إطار التسويق، في إطار البيع، كل هذه بروسيس، التخطيط، التنظيم، التنسيق، all this of process. إحنا كلها إذا مسكنا دي كلها كبروسيس فبالتالي حتكون هي chain، سلسلة، كل واحدة بتكمل الأخرى. E هنا promoting the integration of the quality management system كذلك requirement into the organization and business process. قلنا ضمان دمج هذه العمليات. Also promoting the use of the process approach and the risk-based thinking كذلك تشجيع استخدام منهجية العمليات والتفكير المبني على المخاطر. كيف التفكير المبني على المخاطر؟ لابد من نكون عندنا فكر بيخلينا نكون عندنا توقعات دقيقة للمشاكل قبل حدوثها، وبالتالي وضع برامج تكون وقائية للحد من هذه المشاكل. على سبيل المثال التدريب ممكن يكون وقائي للحد من الوقوع في مشاكل كفاءة العمل، فبالتالي إذا دربنا الناس ممكن يكون في كفاءة. طيب كذلك الصيانة، صيانة المعدات والأجهزة ممكن تدينا برضو برنامج وقائي لأنه ما نقع في مشكلة أنه الأجهزة تخسر كل فترة. كذلك عندنا في الجانب ده
ESG, communicating the importance of the effective quality management and conforming the quality management system requirement. نشر أهمية توافق فعالية نظام إدارة الجودة مع متطلبات نظام إدارة الجودة. H engaging the directing and supporting persons and contribute to the effectiveness of the quality management system. المشاركة والتوجيه والدعم للأفراد والمساهمة في فعالية نظام إدارة الجودة. القيادة أو القائد لازم يشارك ويوجه ويدعم بالموارد البشرية وغير البشرية، كذلك يوجه نحو تحقيق الأهداف ويساعد على المشاركة من أجل الإنجاز. كذلك promoting the continual improvement، يشجع التحسين المستمر، وكذلك دعم دور الإدارات الأخرى ذات العلاقة supporting the other relevant management roles to demonstrate their leadership and applies to their areas of the responsibilities. كذلك يوضح دور الإدارات الأخرى وعلاقتهم مع بعض، وبالتالي تحديد مسؤوليات كل الأفراد. 512 customer focus، لما نقول التركيز على العميل، الصب في التركيز على العميل. لما نقول التركيز على العميل بنقصد شنو؟ لازم الإدارة تظهر التزامها بكل ما هو مطلوب تجاه متطلبات العميل المتوافقة مع المتطلبات القانونية والتنظيمية قد تم تحديدها. Customer requirement applicable statutory and regulatory requirements and determined and understood and consistently met. كذلك المخاطر والفرص تجاه العميل، كذلك the risk opportunities that affected conformity of the product and services ability to enhance the customer satisfaction and determine it and address it. Also the focus enhancing the customer and satisfaction is maintain it. تحدثنا عن المخاطر والفرص التي يمكن ان تؤثر على مطابقه المنتجات والخدمات، وانه القدره على تعزيز رضا العميل. يعني المنتج اللي حيمشي للعميل دي لابد من يكون مطابق للمواصفات، لابد من يسد الفجوة أو يعني يطابق متطلبات العميل، كذلك لابد من الحاجة أو يسد الحاجة لحاجة العميل لهذا المنتج، كذلك توقعاته الاكسبكتيشن. إذا قلنا المخاطر والفرص التي يمكن أن تؤثر على مطابقة المنتج والخدمات، لابد من تكون عندنا تدابير لازمة وقياسات وتحليل حول المنتج لأن المنتج ده يكون مطابق. كذلك المحافظة على التركيز على تحقيق رضا العملاء، نحن حنعمل بعض السياسات والإجراءات عشان نعزز رضا العميل، ونعزز رضا العميل لازم السعر يكون مناسب، لازم جودة شكل المنتج يكون حسب ما هو داير، النكهة مثلا إذا كان منتج غذائي مثلا، شكل الملابس مثلا أو الستايل اللايف ستايل وهكذا. البوليسي هنا القيادة برضو مسؤولة من السياسات أو وضع السياسة. الصب من البوليسي 5-1 establish the quality policies، وضع سياسة الجودة. الإدارة العليا يجب أن تنشئ وتنفذ وتحافظ على سياسة الجودة. Top management establish, implement and maintain quality policy that appropriate to the purpose and the context of organization and support it is a strategic direction. هي ملائمة لغرض وسياق المنظمة وتدعم توجهات السيادة أو المنظمة الاستراتيجية. وتوجهات الاستراتيجية للمؤسسة يمكن تكون دائرة تخش في السوق العالمية، احتمال تحقق أرباح كبيرة دار وهكذا، دار تبقى الأولى في العالم وهكذا. كذلك توفر إطار عمليات لوضع أهداف الجودة. Includes a commitment satisfying and applicable requirement. كذلك تشمل التزام باستيفاء المتطلبات العميل. وكذلك include commitment to continual improvement of the quality management system. السياسة أيضا تحتوي على التزام بالتحسين المستمر، لابد من نضمن أن الأفراد داخل المؤسسة يضمنوا، أو نحن كقيادة أو كقيادة القيادة تضمن أنه يكون في تحسين المستمر للسياسات والإجراءات المطلوبة. نشر السياسة communicating the quality policies. السياسة لازم تكون موصولة أو يعني مبلغة واضحة مفهومة للجميع.
quality policy shall be available and maintained at the documented information. السياسة يجب على سياسة الجودة إنها تكون متاحة ومحافظ عليها كمعلومات موثقة منشورة مفهومة مطبقة داخل المنظمة. كذلك متاحة لدى الأطراف المعنية available relevant interested parties as appropriate إذا كان ممكن أو إذا أمكن يعني. 5-3 organization roles, responsibilities and authorities الأدوار التنظيمية والمسؤوليات والصلاحيات. حول الأدوار التنظيمية لابد من الإدارة تتأكد من أن المسؤوليات والصلاحيات للأدوار ذات العلاقة قد تم تحديدها والتكليف بها وكذلك نشرها وفهمها داخل المنظمة اللي هي top management shall ensure that responsibilities and authorities for the relevant roles assigned, communicated and understood with the organization. Also top management shall assign the responsibilities and authorities for ensuring that quality management system conform the requirement of these international standards. لابد من نواكب هذه أو معايير أو ما جاء في هذه المواصفة ضمان نظام إدارة الجودة تتوافق مع هذه المواصفة. كذلك ensuring the process are delivering their intended output. كذلك ضمان إن العمليات تنتج المخرجات أو تنتج المخرجات المطلوبة يعني النتائج المطلوبة. كذلك report the out on the performance, the quality management system and the opportunities. تكون في تقارير فيما يتعلق بأداء نظام إدارة الجودة التقارير دي بتضمن المراقبة وعملية التحسين المستمر دي ensuring promoting أو promotion of the customer focus throughout the organization. إن شاء الله نقف عند هذا الحد وحنواصل مرة أخرى إن شاء الله. شكرا.